من قبل فترة أعلن الثنائي أنس وبيسان عن انفصالهم عن بعض بعمل أنفولو لبعض على انستغرام، وانتظر الجمهور تصريح رسمي من طرفهم ليتأكدوا من مصداقية الخبر. وكان مفروض ما حبك شي. ستطلع بيسان إسماعيل وبمقابلة مع الإعلامية كارول يمين ضمن برنامجها Get Real with Carol وتصرح رسميا عن انفصالهم، معلقة به ما كان في نصيب بيننا. وتصريحات ثانية بخصوص الحب وفارس أحلام بيسان: لو جاي في رجوع ثاني شوف لك موضوع تاني. فانزعج أنس الشايب من هالتصريحات، وخاصة تصريح أنها تبحث في الشخص اللي تحبه شخص مضحي، فنشر ستوري وعلق من خلاله بي: لما تخلص عندكم كل أساليب التضحية وفي الآخر يحكوا لك أنت غير مضحي، اهدأ وركز وقول آخ. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي بعمل القاسي والأناني واللي ناسي ومين انصار؟ ليشارك بعدها الصوري وعلق من خلاله بي بوست مفاجئ مهم جدا: القصة باختصار بدون دراما السوشيال ميديا وقصص وعياط وهبل. ناشرا هالصورة وعلق عليها بي: مستعد عشان اللي نحبه أضحي في كل إشي بحياتي إلا أمي الغالية عندي بعد الله. واعتبر الكثير رد على تصريحات بيسان ضمن هالمقابلة. فشو رأيكم بتصريحات أنس وبيسان والمشكلة اللي صارت بينهم؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. لو جاي في رجوع ثاني شوف لك موضوع تاني، ارجع لي للي زاني وعلي بيه. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي بعمل القاسي والأناني واللي ناسي ومين انصار؟ بعدك مش تعبان